الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. إليك يا طاهرة الجوهر، إليك يا طاهرة الجوهر، قد جاءت الأخبار عن جعفر. إليك يا طاهرة الجوهر، قد جاءت الأخبار عن جعفر، فدا حسينا بدم المنحر. والله فدا حسينا بدم المنحر، وكان كالكرار في المعمعة. شلون حكي حلو هذا. إليك يا طاهرة الجوهر يا أم البنين، قد جاءت الأخبار عن جعفر، فدا حسينا بدم المنحر، وكان كالكرار في المعمعة. أشبالك كانوا نجوم الذرى، واليوم باتوا فوق حر الثرى. سمعت في عثمان ماذا جرى، وكيف لاقى في الضبا مصرعا. نوحي فأنت ربة المأتم، أبناؤك تخضبوا بالدم، ونحر عبد الله لم يسلم. لو كنت في يوم الطفوف معه. شلون جمال هذا، شلون جمال هاي الأبيات. يعدد أولادها الأربعة ويسولف وياها. إليك يا طاهرة الجوهر، قد جاءت الأخبار عن جعفر، فدا حسينا بدم المنحر، وكان كالكرار في المعمعة. أشبالك كانوا نجوم الذرى، واليوم باتوا فوق حر الثرى. سمعت في عثمان ماذا جرى، وكيف لاقى في الضبا مصرعا. نوحي فأنت ربة المأتم، يا أم البنين، نوحي فأنت ربة المأتم، أبناؤك تخضبوا بالدم، ونحر عبد الله لم يسلم. لو كنت في يوم الطفوف معه. سيدتي نوحي على أبنائك من علي، نوحي على أبنائك من علي، قضوا من الآخر للأول، وعن أبي الفضل فلا تسألي. نوحي على أبنائك من علي، قضوا من الآخر للأول، وعن أبي الفضل فلا تسألي. لو كنت في يوم الطفوف معه، لو كنت في يوم الطفوف معه. يا عباس يا ابن الدنيا مدضية، وبس راعي الوفا لينجاب طارية.
أهل النجف. الله. والله يا عباس يا ابن الدنيا مقضية وبس راعي الوفا لينجا أبطارية. أريد افتخر بيك وتفتخر بي وليدي، أريد افتخر بيك، أريد افتخر بيك وتفتخر بي. يا حادي ضعنا ابو السجاد وني انتظرني، يعني يا بوني انا ام الاربع الما فتر وني يا بوني وني بقت بس العليلة نوح واني يا بواني اصبر غو اون ون خفية روح الفاجدة والجر يمرها يمرها وليالي الفرقة من تمر يمرها وعين النوم ما ساعة يمرها عين النوم ما ساعة يمرها مول الأربعة لابن الزكية يا بعين النوم ما ساعة يمرها مول الأربعة مول الأربعة لابن الزكية العاد الوالدة لو راد ابنها ينام تلولي للولد يا الولد ليلو وبس أم البنين تلولي للعباس بالغيرة والمروة يا بس أم البنين تلولي للعباس بالغيرة والمروة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللي أحب أقوله هذه الليلة وإحنا بليالي السيدة أم البنين عليه السلام باب الحوائج وأم باب الحوائج قمر العشيرة سلام الله عليها، اللي أحب أقوله هو الآتي: إذا يلتفتون الأحبة ونروح للمصيبة، يعجبني الليلة أنعى مجالس النجف بيها فد نكهة خاصة وطعم خاص بالنعي والرثاء والتفاعل. اللي أريد أقوله هو الآتي: ميزة أم البنين سلام الله عليها في تعاملها مع أهل البيت اللي خلدها أنها أولا كانت عارفة بحق آل البيت عليهم السلام، اثنين استقامت على المعرفة، واحد كانت عارفة بأمرهم، اثنين استقامت على معرفتها بهم ورتبت على ذلك أثرها في الواقع. ذن الميزتين الأساسيات بالسيدة أم البنين عليه السلام، فكل من يريد يقتدي بهذه الإمرأة هم المفروض ذن الأمرين يلتفتلهن التفتولي التفتولي. رب العالمين في كتابه مو فقط ذكر الأنبياء، قال: واذكر في الكتاب إبراهيم، مو فقط الأنبياء، واذكر في الكتاب موسى، مو فقط الأنبياء. رب العالمين في كتابه قال: واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب مريم. ومريم لا هي من الأنبياء ولا هي من أوصياء الأنبياء، رب العالمين قال: اذكرها مريم، اذكرها مريم. بل مو فقط مريم، حتى اللي هي أدنى مرتبة من مريم القرآن هم ذكرها، مو فقط ذكرها وإنما جعلها مثلا يحتذى به ويستفاد منه. مثل منه آسيا بنت مزاحم: ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، كما يعبر القرآن الكريم. السيدة آسيا بنت مزاحم مؤمنة من المؤمنات، دفعت ضريبة إيمانها، رب العالمين هم ذكرها وخلاها مثل يذكر ويستفاد منه ويتعلم منه. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعبر القرآن الكريم. وما يعقلها يعني
ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. يقول الأمثال احنا نضربها ما يفهم هاي الأمثال إلا أهل العلم. القرآن الكريم يقول في آية أخرى وما يعقلها إلا العالمون. هاي الأمثال ما يفهمها إلا العالم، الجاهل ما يعرف احنا ايش قاعد نسولف. ضرب الله مثلا الذين آمنوا، الجاهل ما يفهم هذا الحج، أما العالم يفهم شنو الغرض من ذكر هذا المثل ويستفيد منه ويتعلم منه ويحاول أن يطبقه على أرض الواقع. خلاصة القرآن الكريم ذكر آسيا، القرآن الكريم ذكر مريم، القرآن الكريم ذكر السيدة خديجة عليها السلام. الله يقول للنبي عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى، طبعا يتيما فآوى آواه بأبي طالب كما تعلمون. والله تعالى وجد النبي عائلا فأغناه بمن؟ بخديجة. أصلا هاي الآية فأغنى تشير إلى خديجة الطاهرة. بشنو أغنى؟ بخديجة. الله أغنى النبي بخديجة، فبالنتيجة خديجة هم مذكورة في القرآن الكريم وغيرها من النساء الطاهرات. طبعا على رأس النساء الطاهرات المذكورات في القرآن الكريم خو بعد سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين سيدة الزهراء عليه السلام. إنا أعطيناك الكوثر تطهيرا إلى آخره، يطعمون الطعام. آيات كثيرة في القرآن الكريم، في سورة القرآن وآية القرآن عن الزهراء عليه السلام. أقول يا جماعة يا إخوة، ميزة أم البنين عرفت مقام أهل البيت من جهة واستقامت من جهة أخرى. الاستقامة مو سهلة. شوفوا أقول لكم، أنا اليوم وصلت من الموصل، كنت في الموصل والآن مباشرة من الموصل إلى المنبر، يعني صار لي 7 ساعات أنا بالسيارة تقريبا. وهاي الأيام اللي مرت الخمسة في الموصل ألبس عمامتي ب11 الظهر أنزعها ب3 بالليل ويا الناس، ومن قرية لقرية، من مكان للمكان، من يعني مدينة لمدينة. بس الكلام هذا أجيبه على الاستقامة وأهمية الاستقامة. شفت شيعة لأهل البيت في هذه المناطق يعيشون في ظروف صعبة من حيث الإرهاب، من حيثيات أخرى كثيرة سمارد أذكرها يعني، ولكن عندهم صمود في هذه المناطق. توقعوا، قالوا لي أكو في قرية من القرى بالموصل، ما أقول القرية حتى ما أثر عليها، لما قرية أكو فد رجل كان ينعى الحسين من الشيعة الشبك، ينعى الحسين هم باللغة الشبكية طبعا، وهي لغة لا هي لغة كردية ولا هي لغة فارسية ولا هي لغة عربية، اللغة الشبكية لغة خاصة بهذه الشريحة من الناس الشيعة، لغة خاصة. قالوا لي هذا الرجل الكبير يعيش في هاي المنطقة، بس هو بيته وبيت أولاده من أتباع آل البيت، البقية كلهم إلى آخره. وهذا كان في شبابه يعني عمره، في بداية عمره كان يقرأ على الحسين عليه السلام، ملة يسموه ملة فلان، يقرأ على الحسين. قال هو الآن كبير بالسن وأعمى ما يشوف، يعني فقد بصره وإلى آخره، فهو قاعد ببيته يعني وفي مكان ما بي شيعة وإلى آخره. أجبني أزوره، أتشرف بزيارته. رحت زرته، كلموه بلغته الشبكية، قالوا له فلان، بس بعد يعرفني يعرفني ما أدري، بس قالوا له فلان هذا ينعى على الحسين. والله يا إخوة بس سمع اسم الحسين ربع ساعة يبكي ودموعه تجري، بحيث أريد أسولف وياه ما نقدر. بكى بكاء يعني ما أقدر أصفه، إيش بس قالوا اسم الحسين، اسم الحسين. بعدين أنا هديت له سبحة من تراب الحسين عليه السلام، ازداد بكاء وشم تروب. يعني تشوفون مناظر كهذه في مناطق كهذه، صمود، قوة، شجاعة، استقامة. والله يزيدوك عزم وتعلم منهم الإصرار والقوة على البقاء على مذهب آل البيت. يعني شوفوا هذا يعيش بقرية واحدة وقال إحنا عندنا مزارع مال زيتون كذا ألف، ما أعرف زارعين كذا كذا، مثلا عشرات الآلاف من أشجار الزيتون زارعين، قال كلها أحرقت لأننا من أتباع آل البيت، كلها تم حرقها. وباقي صامد ويبكي ويذكر الحسين، ينهار من البكاء على الحسين. تربة الحسين هاي سبحة الحسين لما أخذها كأنه أنا منطيل كل شيء، وهو كذلك، وهو كذلك طبعا، الخير كله في تراب الحسين عليه السلام.
فمنشوف شيعة هكذا مقدمين وهكذا مضحين، ومع ذلك هم أكثر صمودهم من صمودنا وأكثر قوة من عندنا، بحيث أنا أستمد منه قوة وشجاعة وإصرار ومقاومة، ويعني على طريق أهل البيت عليهم السلام واستقامة. أنت تتعلم منه، مو يتعلم منك، والله تتعلم منه. يعني شنو هالحب لأهل البيت؟ شو ميزة أم البنين عليها السلام؟ معرفة واستقامة. ستقولي شلون نحصل الاستقامة؟ هاي استقامة على أمر أهل البيت، شلون نحصل؟ القرآن بيّن شلون نحصل الاستقامة؟ يوم ما بيّن. والله أنا مرة بحثت بالقرآن لقيت عوامل تساعد الإنسان حتى يستقيم على الحق. ترى مو بسهولة واحد يستقيم على الحق، واي أكو ناس عرفوا الحق بعدين تركوه، وأكو ناس استقاموا وشنو؟ عليها بأصعب الظروف. أرجوكم أخوياي، أريد أقول كلام مهم إذا تفتون. يعني البقاء على الحق والاستمرار على الحق مو سهل. الجنة محفوفة بالمكاره، نبينا قال الجنة محفوفة بالمكاره، حفت بالمكاره. الناس ما تحب المكاره بشكل عام. الجنة النار محفوفة بالشهوات، الناس تدور شهوات بشكل عام. هاي المكاره تحتاج صبر، ولهذا حتى في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين واحد آمنوا وتواصوا اثنين وعملوا اثنين وتواصوا بالحق وتواصوا شنو؟ بالصبر. عود ليش بالصبر؟ ليش بالصبر؟ لا هو الحق صعب، الاستمرار على الحق صعب. إن أمرنا صعب لا يحتمله إلا إلا إلا. هذا يحتاج صبر لو ما يحتاج صبر؟ ها؟ يحتاج صبر. القضية مو سهلة، مو سهلة. شاعر مثل دعبل في زمنه، شاعر العرب الأكبر، على شنو يحمل خشبته 40 سنة؟ على شنو يحمل خشبته؟ على شنو؟ أمدح خليفة من خلفاء بني العباس وأحصل لي قصر وأحصل لي أموال وأحصل راتب وكل شيء أحصل، وأعيش منعم معزز مكرم. شايل خشبته 40 سنة على ظهره على شنو؟ لأن مدح الحق ووقف مع الحق. قضية مو سهلة. بعض شبابنا يقول إحنا الآن نواجه تحديات كثيرة، والله صحيح، واحد يكون هم يقدر هاي التحديات، ولكن مو بس أنتوا تواجهون تحديات، السبقون هم واجهوا شنو؟ تحديات، واللي يجون من بعدنا هم يواجهون تحديات. قضية ما من حصر بينا تحديات، تحديات كل وقت. دعبل بقصيدته يقول لي علي بن موسى الرضا بصريح العبارة: لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، لقد خفت، لقد شنو؟ خفت، خفت. يقول لقد خفت في الدنيا. أنا أسأل الأحبة سؤال: ليش خاف في الدنيا؟ ليش خاف؟ لو مادح بني العباس يخاف؟ ليش خاف؟ لقد خفت في الدنيا وأيام، وإني لأرجو الأمن بعد مماتي. الإمام الرضا قال له دعبل، قال نعم، قال له أنت خفت على مودنا، من أجلنا خفت، تمدحتنا خفت. آمنك الله يوم الفزع الأكبر. هذا الجواز مالتك من هسه وقعت عليه، ختمت، أخذ هذا الصك وروح. آمنك، ولهذا علي بن موسى الرضا يقال له الضامن سلام الله عليه، قال له آمنك الله يوم الفزع الأكبر، أنت بيوم القيامة فازع بأمان، آمن بأماننا إن شاء الله تعالى، ما تكون في فزع إن شاء الله، أنت آمن بأماننا إن شاء الله وبوعدنا إن شاء الله. الحق مو سهل، يراد صبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر على الحق. الحق يحتاج صبر، استقامة يحتاج. تقول يا أخي لا تضيع الوقت، مو من هسه ثلث ساعة راحت. أكو عوامل تساعدنا على الاستقامة بالقرآن الكريم حتى نستفيد منها؟ يوم أكو، أقول لي أكو، باوعني أقول أكو. أول عامل يساعد الإنسان على الاستمرار والاستقامة على الحق هو التمسك والتوسل بآل البيت. أسد قال لي أوه قمت تحكي حكي خطابي مال واحد على المنبر ياخذ الواهس ويسولف علينا، حكي هذا عاطفي شاعري خطابي، مو حكي حقيقي علا، لا مو القرآن الكريم يقول مو أنا.
أنا كل عامل راح أجيبه أنت سألني قول آيته وين حتى الثق بكلامي، قول لي وين الدليل، أجيب لك دليل. القرآن الكريم يتكلم عن شجرة أهل البيت في سورة إبراهيم وفي سورة النور وفي سور أخرى. هذا موكب النجف الأشرف، أنا طارح بحث الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة الملعونة قبل 10 سنين، إذا يتذكرون الإخوة 10 مال المحرم الأولى، قبل 10 سنين بموكب النجف طرحت بحث الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة 10 ليالي إذا يتذكرون الإخوة. ألم ترى كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة، كمل أصلها شنو؟ ثابت أو فرعها؟ أو فرعها، أنا شغلي الآن مو فرعها بس مع شغلي مع أصلها. هذه الشجرة الطيبة أصلها شنو؟ ثابت. فلما يجي إنسان يتمسك بهاي الشجرة شو يكون؟ ثابت. يكون ثابت يعني يستقيم لو ما يستقيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، القرآن الكريم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. هسه بإمكان الأخوة أكمل المجلس يبحثون في برهان سيد هاشم البحراني رحمة الله عليه، شوفون الروايات في ذيل هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال القول الثابت ولايتنا. شوفوا شوفوا، أنا أرجو من الشباب يراجعون يراجعون، قال الإمام قال ولايتنا، القول الثابت ولايتنا، إحنا القول الثابت. طبعا هم القول الثابت لان هم الشجره اللي اصلها شنو؟ ثابت. فلما تمسك بهاي الشجره تكون ثابت، اصلها ثابت ونتمسك بها. فمن يكفر بالطاغوت سوره البقره ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها. لما تمسك بعروه بعد تكون ثابت، تمسك بشجره تكون ثابت. الدنيا تزول وانت مزول. ابو اليقظان عمار بن ياسر يقول الأمير المؤمنين عليه السلام يقول له أبا الحسن، قال له نعم عمار، قال له لو ضربونا ذولا ربع معاوية وغيرهم، لو ضربونا حتى أوصلونا إلى سعفات هجر. سعفات هجر يعني البحرين مثلا، منطقة الشرقية بالحجاز هجر هذا. قال له لو ضربونا حتى أوصلونا سعفات هجر لعلمت أننا على الحق وأنهم على الباطل. هذا ثبات يوم ثبات. شو المؤمن غير يصير هيك؟ المؤمن يكون الجبل يزيل من مكانه والمؤمن باقي ثابت. خو المؤمن مو كل ريح تجي وياه، ما يصير. وكنا نخوض مع الخائضين، ما يصير. المؤمن كيس فطن، النبي يقول يفتهم المؤمن فطن، مو كل شيء يعبر عليه، مو كل شيء مشيو على ظهره على متنه، مو صحيح هذا. شنو المؤمن هذا؟ المؤمن يصير ذكي، يقرأ الأمور يفهمها وثابت وقوي. الدنيا تزول والمؤمن ما يزول. كتبنا كتب غيرنا يا علي، هاي الشجرة الطيبة أنا أصلها. راجعوا الماذا شوفوا بعد كتبوا. هسه حتى ما عنده مصادر على الانترنت يقدر يطلع المصادر. يا أخي القضية صارت سهلة مو مثل قبل، بس أكو بعض ناس هي ما يعجبها تراجع وتتحقق وتدقق، شو تسوي لهم؟ النبي قال أنا أصلها، هاي الشجرة الطيبة اللي أصلها ثابت وفرعها، النبي قال أنا أصلها وعلي. فسه أكو هيك في بعض الروايات، ولكن في روايات أخرى علي لقاحها، فاطمة فرعها، حسن والحسين لأم أغصانها، شيعتنا ورقها وأوراقها. هاي الشجرة القرآن يعبر عنها أصلها ثابت في سورة النور وفي في العفو في سورة إبراهيم، وأما في سورة النور عبر عنها لا شرقية لا غربية، لا شرقية لا غربية، يعني شنو؟ ثابتة. شجرة ثابتة. في سورة إبراهيم يعبر عنها أصلها ثابت، في سورة النور يعبر عنها لا شرقية لا غربية، يعني ثابتة، شجرة ثابتة. يعني أنت لما تتمسك بهاي الشجرة هم تصير شنو؟ ثابت، يعني تستقيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. تمسك بأهل البيت،
توسل بهم هم ينطوك استقامة إن شاء الله تعالى. أنا أسألك بلا باوع لي أرجوك، أصحاب الحسين ليش قدروا يثبتون هذا الثبات يوم عاشوراء؟ ثبتوا يوم ما ثبتوا؟ ها؟ أصلا صاروا مثل بثباتهم، مثل صار، مثل يحتذى به، هيك ثبات بتاريخ الدنيا ما صاير، والله ما صاير. شاعر يقول لبسوا القلوب على الدروع، هو العادة أن الإنسان يلبس شنو؟ يقول هم بالعكس خلوا قلوبهم على دروعهم، مو دروعهم على قلوبهم. شنو هذا؟ لو قتل ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم أحرق ثم نسيت وفحل بي ذلك ذا مرة ما تركتك أبا عبد الله، كيف والموتة واحدة؟ شنو هذا؟ ذاك الحسينة العاشر قال له خذ ما بين ذن الربوتين نجو بنفسك، قال له لما أبا عبد الله؟ ليش؟ قال له حتى تعيش، قال له قبح الله العيش بعدك. منين إجا هذا الثبات؟ تمسكوا بالحسين، تمسكوا بالحسين. تردون تحافظون على أولادكم في هاي الدنيا اللي صارت الآن كلها مزالق، منين ما تباوع دنيانا صارت مزالق، منا الفساد الأخلاقي، منا المخدرات، منا الحركات المنحرفة مصايرة، هل تشوفوها يعني؟ حافظوا على شبابكم، خلي تمسكون بالحسين، خدمة الحسين، شعائر الحسين هي تحفظ شبابنا. هذا تمسك بأهل البيت يعطي استقامة، توسل بهم يعطي استقامة. هذا العامل الأول. جبنا له آية يوم جيبي، لكم خلق أكمل واتعبتوا مني. العامل الثاني للثبات على الحق، ليساعد الإنسان حتى يثبت على الحق. يا هو اللي يريد يثبت على الحق هذا الحكي يهمه، يريد يستقيم على الحق هذا الحكي يهمه. العامل الثاني ليساعد الإنسان على ذلك العامل الثاني أيها الأحبة هو الدعاء، هو شنو؟ يعني دائما شيل يدك للسماء قل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ، لا تزغ قلوبنا يعني شنو؟ يعني خلينا ثابتين، مو يا لا، لا تزغ قلوبنا يعني خلينا على الحق، بقينا على الحق. ربنا لا تزغ، دعاء. القرآن الكريم يقول العامل الثاني ليساعدكم على الاستقامة والاستمرار والبقاء والثبات الدعاء، ادعوا وطلبوا من الله حسن العاقبة. هي شنو حسن العاقبة؟ الثبات على الحق، ثبات على الحق. شنو حسن العاقبة؟ أبقى على الحق. دعاء، الدعاء يساعد على البقاء على الحق. أجيب لكم مثال قرآني أو مصداق قرآني، مثال مصداق قرآني. جماعة طالوت آخر سورة البقرة أجوا النبي هم صموئيل شموئيل كما يقول المفسرون، إذ قالوا لنبي لهم، القرآن ما ذكر اسمه، لنبي لهم، يقول المفسرون صموئيل أو شموئيل بالعبري، يقولون إذا هذا العبري تحول للعربي يصير إسماعيل، هكذا يقول المفسرون. أنا بعد ما أدري إيش قد مقدار دقة كلامه، بصراحة ما أعرف اللغة العبرية، أنا ما أعرفها، أنا أنقل من كتب التفسير إيش يقولون، بعد ما أعرف. زين، هذا صموئيل إجوا جماعته قومه، قالوا لي يا نبي الله، قالوا نعم، قالوا لي قائد القاتل جوا ايده، قائد القاتل جوا ايده. نبيهم صموئيل قال لهم يابا متأكدين تقاتلون؟ إذا اختار لكم قائد تقاتلون؟ يو تنقلبون على العقاب، قالوا لهم اصلا قاموا يطلعون مبررات، شلون ما نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا، نريد نرد اعتبارنا كرامتنا، طلعونا من بيوتنا، شلون من قاتل يا نبي الله؟ اختار قائد. قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يا توكلوا هذا القائد. قالوا، مو قال، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك ولم يؤت سعة من المال. شنو طالوت؟ كلهم عجيب،
أنا أخذت منكم عهود ومواثيق وتأكدت منكم وقلت لكم أنتم متأكدين وقلتوا لي بالروح بالدم ووقعتوا وأكدت عليكم قلت لكم ما تخالفوني قلتوا لا شو تغيرتوا قالوا لا ما نقبل بطالوت قالوا زين اللي يقبل بطالوت خيصير منا واللي ما يقبل منا ثلاثة أرباعهم صاروا منا أنا مو يا طالوت مو طالوت ثلاثة أرباع إيش قد بقى يا طالوت ربع دول الربع استقاموا والبقية زين صموئيل قال لطالوت قال له يا أبا هذا الربع اللي بقى عندك أخذه وتوكل على الله روح إن شاء الله كافي روح قاتل بي جالوت مشى بيهم باوع لهذا الربع قال لهم يا ربع إن الله مبتليكم بنهر إحنا راح نمر بدربنا على نهر وهذا النهار اللي يشرب منه أكثر من غرفة أنا بريء منه خلي يرجع يروح يا ذولاك اللي يشرب بمقدار غرفة نص ونص اللي ما يشرب أبدا مني ثلاثة أرباعهم شنو ثلاثة أرباع الربع الباقي ثلاثة أرباع الربع شربوا أكثر من غرفة قال هم رجعوا إيش قد بقى بعد أنا أنتوا اختلفتوا بيناتكم أنا هم بعد ما أعرف شنو أنا زين هذا المتبقي أخذ طالوت قال لهم عمي إن شاء الله أنتوا كافين يلا ما يخالف شو تسوي تعالى هاي الوشالة يعني بتعبير عنا الوشالة أخذهم مشي كم خطوة قالوا له طالوت إحنا وين رايحين قالهم نقاتل جالوت قالوا له هو إحنا شبق عندنا حتى نقاتل جالوت وهو منو بقى جالوت هذا جيش جرار وأسلحة قالهم يا أبا هسه من يريد يقاتل من يقاتل هذا المتبقي ثلاثة أرباعه قالوا إحنا ما نقدر نقاتل قالوا متوكلوا رجعوا رجعوا وش قد بقى ذول البقى واللي أنا محتار بعددهم وأنت قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة بإذن الله يعني ذول الصفوة اللي استقاموا على الحق ذول اللي استقاموا على الحق شافوا تجربة ثلاث ابتلاءات جماعتهم شنو وقعوا هم خايفين على رواحهم خافهم يوقعون لو ما خايفين إيش سووا قالوا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يعني وين التجأوا للدعاء حتى يساعدهم على الاستقامة على الحق شوف حتى تعرف أهمية الدعاء من أقول لك دعاء لا تقول شو ناس الدعاء شنو ما تخليت الدعاء شلون قرآن كذب قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم شنو قيمتكم أنتوا لو ما تدعون شنو قيمتكم شنو أنتوا لو ما توسلون بي شنو قيمتكم أصلا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين القرآن الكريم يقول فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك داود ومن بعد داود سليمان دول الكلش قلة بقى وانتصروا قتلوا جالوت من بعد ثلاث مرات يتغربلون وثلاث مرات الأكثرية ما بقت على الحق ما ثبتت ما استقامت ما صبرت أئمتنا قالوا لنا لتغربلن قالوا يوم ما قالوا أئمتنا قالوا أنتوا ترى مو عسبالكم هستوا قاعدين يعني أنا متكلم ليش أنتوا أنتوا على شنو واني أنت قاعد تحكي على المنبر وكأنك أنت أحسن من دولاك الوقع ولا من يقول اتهم من الغرب لك بشغلهم مطيح لعلهم مثلهم شن يعني هم توقع مثلهم هو الغربال توقف أمتنا قالوا لتغربلن ثم لتغربلن لتغربلن وما يبقى منكم إلا القليل أمتنا قالوا خصوصا بعصر الغيبة وتعال شوف انت الآن الامتحانات والاختبارات والابتلاءات وصايرة هوس الآن يعني هوس هوس يبقى من يحافظ على دينه من يحافظ على دينه إذن العامل الثاني اللي يساعد الناس حتى يقع الحق شنو
الأول شنو؟ تمسك والتوسل بأهل الحق. إيش صار؟ ثلاثة، سجل يمك ثلاثة. إيه صار اثنين، سجل يمك الثالث، العامل الثالث. العامل الثالث القرآن الكريم يقول إذا تنصر الحق الله يثبت قدمك عليه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. شو؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انصروا الله، الله يثبت أقدامكم. فالعامل الثالث هو نصرة الحق، يخليك تستمر عليه على الحق. انصر الحق. هسه من أجل مصاديق الحق اللي قال سيد الخلق صلى الله عليه وآله في كتبنا وفي كتب غيرنا: علي مع الحق والحق مع علي لن يفترقا حتى يردا. نصرة أمير المؤمنين تثبت الأقدام على الحق. هسه شلون أنصر أمير المؤمنين؟ كل واحد بحسبه، كل واحد شنو؟ بحسبه، كل واحد بطريقته ينصر أمير المؤمنين عليه السلام، طريقته، كل من بطريقته. المحقق يألف كتاب، العالم كتاب، مثلا الخطيب مثلا يقيم محاضرة يبين بها شنو الإمام علي، أبو الموكب يسوي له مجلس مثلا، أو يطلع له موكب شهادة الإمام علي، ولادة الإمام علي، يسوي احتفال مثلا، احتفال العنده فيس مثلا، ينشر به كلمات الإمام علي من نهج البلاغة على مواقع التواصل الاجتماعي، ينشرها بدل السب والشتم والاتهامات والفضائح وما أعرف شنو الآخره. أنشر لي كل يوم فتح حكمة لعلي بن أبي طالب على موقعي بالفيس حتى أوصل صوت علي بن أبي طالب للناس والناس تستفيد منه. هاي كلها نصرة لعلي بن أبي طالب. كل واحد ينصر علي بن أبي طالب بحسبه. أصلاً أكو واحد ينصر علي بن أبي طالب شاهد الإمام علي خلي راية سودة على بيته، طبعا فد نصرة لأمير المؤمنين عليه السلام. كل شيء نصرة، يلبس أسود، واحد يوم شاهد الإمام علي يلبس أسود، نصرة لأمير المؤمنين عليه السلام، نصرة. بيوم ولادة الإمام علي كل واحد اسمه علي يعطي هدية، نصرة. أقول كل من ينصر أمير المؤمنين بحسبه، شنو يقدر يسوي شيء علي بن أبي طالب لا يقصر. وهكذا الحسين، هكذا الحسن، بقية الأئمة الأطهار. نصرة القرآن حق، بالحق أنزلناه وبالحق نزل، الله يعبر عن القرآن. نصرة القرآن الكريم، هذا يفسر، ذاك يطبع مصحف، هذا يعلم القراءة الصحيحة، ذاك يعلم تجويد، هذا يعلم ترتيل، ذاك يعلم قواعد التجويد، مش مدريني. كل هاي نصرة لمن؟ للقرآن الكريم. كل واحد هم ينصر القرآن بحسبه. هذا يشجع الأطفال إذا حفظوا سورة يعطيهم هدية. هذا يعلم أولاد القرآن، من حق الولد على والده كما يقول علي، وكلام الإمام علي في نهج البلاغة موجود وأنا مسؤول عن كلامي، تقدر تحاسبني. نهج البلاغة يقول من حق الولد على الوالد أن يعلمه القرآن. منو من عندنا هسه احنا مؤدي هذا الحق تجاه أبنائه؟ أقول يا أخي هسه لو حشايتي ذبها بالشطخة تولي، هسه أنا منو حتى تاخذ حشايتي؟ فلسين مازو. بس أقول علي بن أبي طالب والكلام موجود في نهج البلاغة، يقول من حق الولد على والدي أن يعلم القرآن. من حق ابنك عليك أن تعلم القرآن، حق عليك بعد أن تحسن تسميته، سميه فد اسم زين، مو فد اسم خربط لو اسم يدعو للسخرية لو كذا، سميه فد اسم زين. اثنين تعلم القرآن. عليون يقود في نهج البلاغة. هاي نصرة للقرآن، هاي بحد ذاته نصرة للقرآن. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا كله يساعد الإنسان حتى يستمر على الحق ويصبر على الحق، تثبت قدمه على الحق وما تزل قدمه بعد ثبوتها. اخواني لما نكمل زياره عاشوراء ونزل شنو نقول؟ ساعدوني. اللهم لك الحمد على الحمد لله على، اللهم ارزقني يوم الورود وثبت لي. شوف شوف طبعا هذا اذا اريد اخليه بيا عامل، عامل رقم شنو؟ اثنين دعاء. وثبت لي، قاعد اطلب من الله تعالى ثبت لي قدم الصدق.
عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. مو هالشكل؟ هاي مسألة الثبات على الحق هواي مهمة، على مستوى القرآن، على مستوى الروايات، على مستوى الزيارات الواردة عن المعصومين عليهم السلام. هاي أكو تركيز عليها، الثبات على الحق، الثبات على الحق. واي أكو ناس كانوا على عافوا للحق، أكو ناس كانوا يحيون شعائر الحسين بعدين قاموا يسخرون. بعدكم هاي القشمريات قالوها يوم قالوها، بعدكم هالقشمريات ما جزعتوا ما مليتوا ما تعبتوا بهالقشمريات هاي؟ واي شفنا هالجيش واي يسخر ويستهزئ. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، كما يعبر القرآن الكريم. الله يسخر منهم ويستهزئ منهم، ويسخرون من المؤمنين، الله يسخر منهم. نقطة راس سطر. استقامة على الحق مش سهل، تحتاج توفيق. هذا التوفيق يجي من عوامل: تمسك بأهل البيت، دعاء أيضا مؤثر، ثلاثة أو ثلاثة نصرة الحق تساعد الإنسان على البقاء على الحق. زين، بقى عامل رابع شفته بالقرآن الكريم أختم به. شنو أختم به؟ ضوجتكم؟ صدق ما ضلوا تجاملوني؟ ما ضوجتكم؟ العامل الرابع اللي شفته في القرآن الكريم تذكر أو قراءة أو مطالعة أو سماع أو الاطلاع، كله يصير على قصص الأنبياء والأوصياء وحجج السماء والأولياء. الاطلاع على قصصهم ومآثرهم يساعد الإنسان حتى يبقى على الحق. الله تعالى يقول للحبيبة سيد الخلق، يقول احنا قاعد نبين لك هاي قصص الأنبياء ما نثبت به فؤادك. هاي القصص احنا نذكرها، طبعا هسه الكلام النبي قلبه ثابت صلى الله عليه وآله، بس من خلال النبي هذا الحكي شنو؟ إنه يقول له هاي القصص احنا من نذكرها، هاي القصص تثبت القلوب على الحق. يعني انت من تشوف إبراهيم في مدينة كلها تعبد صنم، هو وحده موحد ويتحدى المدينة كلها وحده ويقول الحق وما يخاف، هذا يقويك على قول الحق لو ما يقويك؟ يقويك. هذا إذا شفت الحواليك مثلا كلهم صاروا مو أهل تدين وبس تبقيت على دينك، ويسخرون مثلا من المصلين ومن الصائمين، وتشوف إبراهيم هيك كان وحده أمه. القرآن الكريم يقول إبراهيم أمه قانت أمة، إبراهيم وحده أمه، شكل أمه إبراهيم وحده. يقويك إبراهيم لو ما يقويك؟ فالقرآن الكريم يقول ذني نزل لك إياهم ما نثبت به فؤادك، ذني قوّن القلوب على الحق، ذني القصص. فأنت من ترجع القصص الأنبياء نوح، إبراهيم، موسى شنو سوى، عيسى، نبينا سيد الخلق، بقية الأنبياء، الأوصياء مثل وصي سليمان ذكر القرآن الكريم، قال الذي عنده علم من الكتاب، طالوت من أيضا إمام، إن الله قد بعث لكم طالوت اصطفاه عليكم زاده بسطة في العلم والجسم، أهل البيت عليهم السلام يطعمون الطعام، كذا كذا كذا. هاي قصص الأنبياء الأوصياء، حجج السماء مثل مريم وموقفها المشرف العظيم ووقوفها بوجه الضلال اليهودي وقوتها وصلابتها، آسيا وقوتها قبال فرعون. ذني لما تذكرهن يقونك لو ما يقونك؟ يقونك. ذني القرآن كان يقول ذني قون إثبتن الفؤاد، يقون الفؤاد على الحق، إثبتن الفؤاد على الحق من القصص. هذا هم عامل رابع ما نثبت به فؤادك يا ربي. بس دول القرآن الكريم يقول في آية من الآيات، الآن ما استذكر نصها بس أقول مضمونها، أنه القرآن الكريم يقول إلكم أسوة بإبراهيم والذين معه، مو بس إبراهيم وإنما شنو؟ الذين معه من الموحدين. طبعا سؤال،
هو بس إبراهيم أكو كان موحدين وياه وصمدوا على الحق؟ النبينا عنده يوم ما عنده؟ يعني مثلا سلمان، عمار، أبو ذر، مقداد، غيرهم ثبتوا الحق. القرآن الكريم يقول له أسوة، اقروا قصصهم تعلموا منهم يقووكم ثبتوا على الحق. أصحاب الإمام الحسن ثبتوا على الحق. أصحاب الحسين خو بعد ذولا قمة ذولا أصحاب الحسين. أصحاب بقية الأئمة الطاهرين اللي ثبتوا على الحق مع التحديات اللي كانت تحيط بهم. مراجعة قصص كل هؤلاء تقوي المؤمن على الحق، يعني تخليه يبقى ثابت على الحق. هذا العامل الرابع هم اللي ذكر القرآن الكريم. سؤال، السيدة أم البنين من نستذكر قصتها ومعاثرها واللي سوته تقوينا على الحق يوم تقوينا؟ ما نثبت به فؤادك. ذكر هاي المآثر على المنبر في المجالس ما جاي اعتباطاً، ثقافة قرآنية. القرآن يقول ذكر هؤلاء يساعد الناس حتى يثبتون على الحق. يثبت الله الذين. أنا أشوف أم البنين عندها 4 أولاد، وشنو من أولاد؟ أولاد عاديين يعني؟ شنو من أولاد؟ يعني والله ما تعرف شنو تقول. والله يعني الكلمات تتلحثن بالفم، يعني شلون الكلمات ترتبهن وتحكيهن ما أعرف. يعني الكلام لما يصل عن قمر العشيرة شو يصير يعني؟ شنو تقول يعني؟ من توصل لقمر العشيرة شنو تقول يعني؟ شنو تقول؟ يعني أنت قول لي شنو تقول؟ ما تعرف شنو تقول. إمامنا الصادق يقول العباس له موقف يوم القيامة، الشهداء كلهم يغبطوه يغبطوا عليه، كل الشهداء يغبطون العباس على هذا الموقف الرب العالمين راح يخليه بي. أنا شنو أسولف عنه يعني؟ شنو أقول مثلا؟ شنو أقول؟ صادق يقول له أشهد لك بالتسليم. بذلت غاية المجهود. هسه مرة واحد يبذل 50% من جهده، مرة واحد لا، كل جهده. الإمام الصادق والعباس يقول له أنت ما وفرت شيء إضافي، يعني ما خليت شيء من جهدك ما استعملته لخدمة الحسين أبد. بذلت غاية المجهود، كل شيء أنطيته للحسين. شنو هذا قمر العشيرة؟ أم البنين عندها أولاد مثل ذولا، يجي الناعي ينعاهم بالمدينة ما لها شغل بيهم. هذا يقويك، هذا يقويني، هذا يخلينا نثبت على الحق، نقول الحق اللي أم البنين تتعاملوا وياه يسوى أن أضحي من أجله، أتعب من أجله، أقدم من أجله. يجي ابن حذلم الإمام زيد العابدين قبل المدينة، قال له ابن حذلم، قال له نعم، قال له أبوك كان شاعر، أنت تنظم شعر يا ولا؟ قال له إيه أنظم شعر يا ابن رسول الله. قال له والله ابن حذلم أنا أشوف إذا تسبقنا للمدينة وتقرأ فد بيتي على الحسين. هسه ليش الإمام يجي؟ قال له أنا أسمع يعني البعض يقول أنه السبب أراد الإمام يدخل للمدينة والناس في حالة هيجان على الحسين وبكاء وتفاعل، قسم آخر يقول لا مو هذا السبب. السبب الإمام زين العابدين راد يشغل أهل المدينة بشر بن حذلم حتى العائلة من الطب ما حد يباوع لها، ما حد يلتفت لها وتدخل إلى دار الحسين. راد يشغل الناس بابن حذلم. خلاصة أكو آراء. قال له روحنا على الحسين. طبعا الإمام خطب بالمدينة من دخل، خطب على الحسين خطبة عصماء وبتش أهل المدينة على الحسين عليه السلام. المهم يا إخوان رحت المنطقة اسمها سنجار. البارحة كنت بسنجار 60 كيلو بعد تل عفر. هاي المنطقة فيها أقلية شيعية وفيها مرقد للسيدة زينب بنت الإمام السجاد، مدفونة بجبل من جبال سنجار. ناك كله جبال بعد كما تعلمون. هاي العلوية طريق السبي مر منك على تل عفار وسنجار، هنا أنا ماتت. والله من تدخل إلى مرقدها تخنقك العبرة. أنا وقفت على شباكها قلت لها أنت بنت المدينة المنورة جابك هنا؟ أنت وين؟ هذا الجبل وين؟ سنجار وين؟ زين العابدين من متي ودفنك شلون راح وعافيك؟
زين قلبه شنو قال على بنيته يدفن هنا ويعوفها ويمشي؟ شنو هالألم هذا؟ شنو هاللوعة هاي؟ والله ظلامة يا إخوة، وحق الحسين ظلامة، ظلامة ألم ألم. يعني بالشام يعوفون رقية، وبسنجار يعوفون زينب، وما أعرف وين يعوفش خولة، وما أعرف ألم ألم يعني ألم ألم. زين هو هذا الطريق أنت تروح له بالسيارة وتهلك، شلون ذن العلويات مشان هذا الطريق؟ والله العظيم يعني شيء مؤلم حقيقة، شيء مؤلم. المهم الإمام قال له روح انعى على الحسين، الوقت راح، انعى على الحسين. دخل ابن حذم إلى المدينة، صاح يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. تقرون وياي؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. يقولوا لن صوت من الجمع الأكبر، طلعت مرة تمشي وتعذر، تنادي أنا عش الخبر، صوتك لعد الصخر فسر، وش المصيبة الله أكبر. أذاري أذاري المرم عباس الأزهر، طلعت تضيع أخبرني عن الحسين. قلت عجيب أمر هاي المرة، أنا أقول قتل الحسين تقول لي خبرني عن الحسين، شو الحكي هذا؟ قالوا لي لا تلومها، مذهولة هذه أم البنين، هذه أم الأربعة. يقول قلت إذا أم الأربعة هذه ليش تسأل عن الحسين؟ خوخة تسألني عن الأربعة وأسولف لها شنو صار بيهم. يقول عظم الله جرتش بجعفر وعون، عبد راد يسولف لها عنه ولاده، تقل الكل فدى الحسين يا روح. يقلها وعبد الله غدا ويا غنفرتكم، تقل الفخر ريحانة المختار. قال والله خلك سر قلبها. يقل الهنشت العباية، هاي عايز ايش تقولي يا بنشت العباية، ايش تقولي نلتوت وتقول قل بقرة العين. يا بابا جودك على راسه وصاح يا حسين، يا حسين صاحت يا أذل الصاح. قلوا لي خادم الحسين الوجيه الحج حيدر شعبان الله يحفظه، خادم المخلص، قلوا لي شوية صحته تعبانة، وهذا وجيه من وجهاء الخدمة الحسينية حيدر شعبان حقيقة، رمز من رموز الخدمة أنا أعتبرها الحسينية بالنجف وفي العراق. إن شاء الله هاي الأبيات لشفائه وعافيته، إن شاء الله يستبي عافيته بجاه باب الحوائج أم البنين. إيه والله قالت له يعني قتل الحسين؟ قالها قتل ركضة أم البنين الدار الحسين. زينب الإمام زين العابدين من هذا قام يصيح قتل الحسين بن حذلم زين العابدين، طب هو وعماته للبيت سد الباب. زينب خلت علوية على الباب من ورا، يعني قالت لها ممنوع مرض طب علينا سيدتي، وإذا معزية قالت لها حتى إذا معزية، ما نريد مرض طب علينا، احنا نريد بياناتنا نبكي على الحسين، فما نريد غريبة بالبيت بس العلويات فقط. المهم وقعدات يبكي هاي غرفة الحسين، حجرة الحسين، ثياب الحسين العباس كذا، بعد دار الحسين، دار الحسين يبشد العلويات، اندقت الباب، من الطارق؟ معزية لآل رسول الله. يا من بشد زينب وصاحت يا حزني، وجت أم البنين بضلع محني، يا بضلع محني بضلع محني، تصيح بصوتها يا حسين يا ابني يا ابن مصيبتك بجت الدارين يا ابو علي،
قالت لها ما نريد معزية شكرا بس علويات. سيدتي زينب منعت، قالت لها قل لزينب أمها على الباب. زينب بغرفة الحسين سمعت صوت صاحت يا الفاطم فكني الباب فكني الباب وتلقى شريكتنا بالمصاب. يا بغاي أم البنين ونسل الأطياب راحوا لها شمول أربع أحساب بلبن هربا وزاجين الأنساب. الله الله، دخلت أم البنين شايلة ابن العباس على متنها، ابن العباس شايلته على متنها يشبه العباس. زينب صارت قبالها شافت أم البنين وابن العباس على متنها، صاحت وأخاه وعباسة. أم البنين صاحت وحسيناء وولداء وصارت تعزية. قالت لها أمه العباس وصلك رسالة من الحسين، راح للعلقمي وصل رسالة. زينب يا زينب يا ضوى العين الأرض المدينة من تردين، لو شفتي أمي أم البنين أريدك على أمي تسلمين، ولو ردت عن الصار تعجين احجيلها بس لا تقولين ابنك وقع مقطوع اليدين. هاي لا تقولين، خاف تقول قصر، لان انا منطيها قول ما قصر على الحسين. احجيلها بس لا تقولين ابنك وقع مقطوع اليدين. شنو اقولها؟ قولي 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 وقف دون الصواوين الصواوين. الله شرحك. قولي وقف دون الصواوين وضحى العمر عباس لحسين. خدمتك، ما ظل وقت عدي هالبيت هذا بخدمتك. يا بقولي وقف دون الصواوين وضحى العمر عباس لحسين، ضحى العمر عباس لحسين. قام تسأل ابني هذا ايش سوى ذاك ايش سوى قصره وما قصره، وقالت له حاشاه. عاد من سمعت الحكي يفرح، قالت انا ما ونيت لولادي الميامين ولا سالت عليهم دمعة العين، كل دمعي وبجاي وونت سنين، يا بسنين شي طاحوا وكسروا ظهر الحسين. والله شي طاحوا وكسروا ظهر الحسين. بيت الدعاء وأسألكم الدعاء. والله اسمع هالبيت أرجوك. الحسين يكسر القلب، والله يكسر القلب. ما أكو قتيل بالدنيا من الله خلق الدنيا اليوم القيامة يكسر القلب مثل الحسين. ماكو قتيل حتى جواده بتعليه مثل الحسين. ماكو قتيل لما سقط عن جواده، جواده راح للخيام يصيح الظليمة الظليمة من أمة قتلت، وضرب راسه بباب خيمة زينب ومات يوم العاشر. هاي ما صارت بس ويا الحسين. ماكو قتيل قال عنا الإمام المهدي ولطمت عليك الحور العين. الحور العين بالجنة، الجنة ما بيها حزن من الله خلقها، الجنة مكان فرح بس الله خالقها بس للفرح. الجنة ما شافت حزن بس بيوم واحد بتاريخها وهو يوم العاشر. المهدي يقول عن الإمام الحسين ولطمت عليك الحور العين، يوم العاشر الجنة صار لطم بها عليك أبا عبد الله. يقول له في زيارة الناحية وبكتك الحيتان في البحار، الحيتان بشت عليك أبا عبد الله. هذا الحسين بكى الدنيا كلها. الحسين من الله خلق الكون اليوم القيامة ماكو قتيل مثل الحسين. زينب هذا البيت اللي أحب أقرأ وأسألكم الدعاء خلاص. زينب ليلة 11 طلعت لأخوها
الشاعر شي يقولها؟ يقولها المن طالع بهالليل تمشين. رد اكسر قلبك على الحسين. يقولها المن طالعة المن طالعة المن طالعة بهالليل تمشين إذا لحسين هو جضال بحسين يا با إذا لحسين هو جضال بحسين خافا ما تعرفين وتتيهين يا بخافا ما تعرفين وتتيهين وخايف لو تعرفين تموتين وخاف بجذة وليدك تعذرين وخاف بجذة وليدك تعذرين.